بنتكلم فيه عن الدي سي ماشينز. تمام؟ افكرك برضه احنا قلنا ان الكورس بتاعنا عباره عن جزئين صح؟ الجزء الاولاني اللي هو الدي سي ماشينز، والجزء الثاني اللي هو الايه؟ الترانسفورمرز. هندرس تو ماشينز من اصل اربعه انا كنت كتبتهم لك في الايه؟ في السكشن اللي فات. اتفقنا ان الدي سي ماشين المره اللي فاتت خدنا ايه؟ خدنا الكونستراكشن بتاعها، وخدنا الاوبريشن بتاعتها ازاي بتشتغل صح ولا لا؟ وبعد كده نهينا بحاجه اسمها الاي ام اف ايكويشن، وعرفنا الايكويشن اللي انا اقدر منها احسب الارميتشر فولتج، وطبقنا عليها في مسالتين اللي هم يعتبر الشيك بتاعها. في مشكله كده؟ تمام. لو تفتكر بقى قلنا التوبيك اللي بعد كده اللي هنتكلم عليه هو ايه؟ هو حاجه اسمها الدي سي جنريتورز. الدي سي ماشين دي في منها نوعين، يا اما جنريتور يا اما ايه؟ يا اما موتور. ده اي ماشين عموما تشتغل جنريتور تشتغل يا ايه؟ يا موتور. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الدي سي جنريتورز. طب احنا عايزين نعرف ايه بقى في الدي سي جنريتور؟ اول حاجه لازم نعرفها نعرف الانواع المختلفه من الدي سي جنريتور. نعرف الانواع المختلفه، هنشوف النهارده ايه هي الانواع. في المعهد ده يا باشمهندس اللي هو بتاع التايبس، انت محتاج تعرف ثلاث حاجات، تعرف ثلاث حاجات. الجزء الاولاني كنت انت يعني اول حاجه النهارده التايبس بتاع الدي سي جنريتور. هندرس ثلاث اربع انواع كده نشوف هم عباره عن ايه. محتاج تعرف اول حاجه تعرف الايكويفالنت سيركت، واللي انا اكدت لكم عليها المره اللي فاتت قلت لك ان الايكويفالنت سيركت دي مهمه جدا، لان اي حد ماشي بره شايف الماشين ان هي عباره عن بلوك من حديد، لا انت بقى دورك ان انت تفك البلوك الحديد ده وتشوف جواه ايه صح؟ فبالتالي بلوك الحديد بالنسبه لك بقى سيركت، بقى ايكويفالنت ايه؟ ايكويفالنت سيركت. وانت بتحاول تطابق الايكويفالنت سيركت دي بناء على فهمك لمين؟ للاوبريشن بتاعت الماشين صح؟ حتى لو نفتكر المره اللي فاتت رسمنا ايكويفالنت سيركت كده، واحنا بنرسمها كنا عمالين نتكلم ونقول ايه؟ الاوبريشن بتاعت الماشين ماشيه ازاي؟ محتاج اعرف ايه تاني؟ محتاج اعرف الفولتج ايكويشنز. الايكويشنز اللي هبتدي اجيبها من الايكويفالنت سيركت، شويه كي في الات على شويه كي سي الات. الايكويشنز دي مش ممكن مش لازم تحفظها، هي اوريدي انت هتلاقي نفسك ايه؟ بتستنتجها لوحدك، هنشوف برضه ازاي دلوقتي. وتالت حاجه لازم تعرفها، ركز بقى، لكل نوع من انواع الجنريتورز اللي احنا بندرسها النهارده حاجه اسمها الايه؟ ها؟ الاكسترنال كاركترستكس. حاجه اسمها الاكسترنال كاركترستكس، او ليها اسم تاني برضه اسمها ايه؟ اسمها اللود كاركترستكس. يبقى دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ هندرس كام نوع من انواع الماشين. ايوه يا باشمهندس، هنعمل ايه فيهم بقى؟ هناخد الايكويفالنت سيركت ونشوف الايكويشنز بتاعتها عامله ازاي، تمام، اللي احنا هنقدر نستخدمها، ونشوف الايه؟ ونشوف الاكسترنال كاركترستكس بتاعتها عامله ازاي. بعد ما نخلص الجزء ده هنشوف الاوبن سيركت كاركترستكس، حاجه اسمها الاوبن سيركت كاركترستكس، او ساعات بنسميها الماجنتايزيشن كيرف. كل الديفينيشن زي اللي فاهمه النهارده. الماجنتايزيشن كيرف او الاوبن سيركت كاركترستكس. الجزء رقم 2 ده لاي نوع من انواع الماشين. يعني خلي بالك الاكسترنال كاركترستكس دي لما يجي يقول لك ارسمها في الامتحان تبقى فاهم ان هي لكل نوع صح؟ بتختلف على مين؟ انواع الجنريتور. انما الاوبن سيركت كاركترستكس بص دي مكتوبه رقم 2 لوحدها. دي كده كاركترستكس ثابته. كيرف ثابت لمين؟ لكل انواع مين؟ الماشين. وتالت حاجه هنعرفها حاجه اسمها الباور فلو دايجرام، يعني انا عارف يا باشمهندسين ان الجنريتور الباور بتتحول منين؟ تبقى ايه؟ ها؟ جنريتور الباور تخش ميكانيكال تخرج مين؟ تخرج الكتريكال صح؟ انا عايز اعرف بقى هي لما تخش ميكانيكال هل في لوسز هتقع في النص؟ هل الباور دي هتكمل زي ما هي؟ عايز اعرف الدايجرام اللي بيوصف لي الفلو بتاع الباور من اول ما بتمشي تخش ميكانيكال لغايه لما ايه؟ لما تخرج الكتريك. لازم باور. ايوه هنقول الديفلوب الباور حتى كمان، يعني هنقولها كده كده انت فاهم صح. اخر حاجه هنشوف شويه قوانين وشويه نوتس نقدر نستخدمها في المسائل ونحل مسالتين على ايه؟ على الجزء ده. في مشكله كده؟ حد عنده سؤال في هنعمل ايه النهارده؟ تمام. اول حاجه بقى تعالى نشوف الجزء الاولاني اللي هو التايبس بتاع الدي سي جنريتور. الدي سي جنريتور التايبس بتاعته بتختلف يا جماعه على حسب الكونكشن، على حسب ايه؟ الكونكشن، يعني شكل السيركت هو اللي هيختلف. ازاي يا باشمهندس؟ اقول لك عندي نوعين. في نوع اسمه سيباريتلي اكسايتد، وفي نوع تاني اسمه السيلف اكسايتد. هنفهم الكلام ده كله معناه ايه؟ تمام. سيباريتلي اكسايتد هفهمك دلوقتي وهنقولها برضه شويه كده، معناه ان الفيلد
حد فاكر ايه هو الفيلد وايندنج والارميتشر وايندنج؟ ها دول ايه؟ هل دول حديد ولا نحاس؟ دول نحاس، تو كويل صح؟ في الاول في الاخر الماشين دي هيكون طالع لي منها كويل اسمه الارميتشر ليه تو ترنر، وكويل ثاني اسمه ايه؟ الفيلد له تو ترنر. سيبريتلي اكسايتد من اسمها، يعني الفيلد هيبقى منفصل عن مين؟ عن الارميتشر. دي الرسمه اللي انا رسمتها المره اللي فاتت، هرسمها تاني دلوقتي. امال السيلف اكسايتد قال لك لا، هيبقى فيه كونكشن ما بينهم. هيبقى فيه ايه كونكشن ما بينهم؟ يا اما هيتوصل شنط، يا اما هيتوصلوا سيريز، يا اما هيتوصلوا ايه يا جماعه؟ او يبقى في حاجه اسمها ايه؟ كومباوند. يبقى تاني السيلف اكسايتد يبقى في علاقه ما بين الكونكشن بتاعت الفيلد والارميتشر، يا اما هيبقوا سيريز، يا اما هيبقوا شنط، يا اما هيبقوا ايه؟ كومباوند. من ده على ده نقول الكومباوند ده معناه ايه؟ صح ولا لا؟ تمام. الكومباوند ده بقى انا بس برسم لك الشارت كلها وفي الاخر ايه؟ هنشوف الكلام ده عامل ازاي. قال لك ده كمان في منه نوعين، نوع اسمه الكوميوليتيف ونوع اسمه الايه؟ الديفرنشال. دي كده الشارت بتاعت مين؟ بتاعت الدي سي جنريتور كلها. يبقى حد يعرف يقول لي بقى احنا النهارده في كام تايب هندرسه؟ ها؟ اول حاجه هناخد السيبريتي، ده كده السيبريتي لوحده برنس مع نفسه صح؟ هنشوف بقى السيلف اكسايتد ثلاث انواع، الشنط والسيريز والايه كمان؟ والكومباوند. والكومباوند ده في منه نوعين اللي هم الكوميوليتيف، يعني مني هناخد ايه؟ اربع انواع او اربع سيركت صح؟ تمام. كل سيركت من دول مطلوب منك يا باشمهندس تبقى عارف ايه؟ ها؟ الايكويفلنت سيركت، الفولتج ايكويشن، ومين؟ والاكسترنال كاركترستكس. تعال بقى كده نتكلم على النوع الاولاني السيبريتلي اكسايتد. دي الرسمه او السيركت اللي انا رسمتها لك المره اللي فاتت. ايه هي؟ قلت لك انا عندي الفيلد وايندنج وعندي الارميتشر. الفيلد وايندنج ليه ريزيستنس اسمها ايه؟ اسمها ار اف صح؟ كنا الفيلد وايندنج اللي ليه ريزيستنس مقاومه الاسلاك نفسها اسمها ار اف. كنا بناخد الفيلد لازم نوصله على مين؟ ها؟ اوصله على سبلاي خاص بيه لوحده علشان اولد حاجه مهمه. ايه هي؟ ماجنتيك فيلد، لازم يبقى عندي ماجنتيك فيلد. فاخدت كده الفيلد وايندنج وصلتها على سبلاي، وبما ان السبلاي ده خاص بالفيلد فسميته في اف. اف دي اختصار فيلد يعني، تمام كده؟ رحت موصل دايره الفيلد بالمنظر ده. طب واحد يقول لي يا باشمهندس ليه ما رسمتش الكويل؟ مش الفيلد ليها كويل؟ اقول لك لا، انا شغال دي سي فالكويل كانه ايه؟ كانه شورت سيركت فما برسموش اصلا. فيمشي هنا كارنت اسمه اي اف ويطلع لي هنا فلاكس. تمام. الارميتشر دي وايندنج ثانيه، هنرسمها ازاي؟ هنرسمها عباره عن دايره بالمنظر ده. تمام. الدايره دي لما اجي احركها بباور اسمها بي ميكانيكال او سرعه اسمها ان، وشايفه ماجنتيك فيلد من بره، يبتدي ايه اللي يحصل عليها؟ يتولد عليها اي ام اف اسمها اي اي اللي احنا كنا جبنا لها الايكويشن بتاعت المره اللي فاتت صح؟ تمام. بس ما تنساش ان انت عندك هنا تو براشز بالمنظر ده. اطلع علشان اخد الكهرباء اعديها على مين؟ اعديها على لمبه عشان اللمبه تنور. اللمبه بنسميها ار ان اللي هو قيمه مين؟ المقاومه. وعليها فولتج اسمه في تي اللي هو التيرمينال فولتج او اللود فولتج، الفولتج اللي على اللمبه بتاعتك صح؟ بس عقبال ما الاي ام اف توصل للار اي لازم تعدي على ريزيستنس اسمها ايه؟ اسمها ار اي اللي هي مقاومه اسلاك مين؟ الارميتشر، مقاومه الكويل نفسه صح؟ والكرنت بيمشي منين لفين؟ عارفين في الجنريتور بيمشي من الاي ام اف لغايه مين؟ لغايه اللود، فده كده الكرنت اللي اسمه اي اي. يبقى كده دي اول حاجه احنا عرفناها، عرفنا الايكويفلنت سيركت اللي احنا قلناها المره اللي فاتت. حد شايف ان دايره الفيلد هي سيميلت عن دايره الارميتشر ولا لا؟ علشان كده ده اسمه سيميلتلي اكسايتد. طب تعالى كده نشوف الايكويشنز. الجزء بتاع الايكويشنز انا مش عايزك تحفظه. انت هترسم. نعم. بس في الحقيقه هم مش موجودين صح؟ نعم. في الحقيقه هم موجودين جوه الماشين صح؟ بس في الاخر طالع لك تو تيرمنالز بتوع الفيلد. او تو تيرمنالز. وتو تيرمينالز الارميتشر. انت بقى في المعمل هنعمل الكلام ده ان شاء الله الاسبوع ده في المعمل، هتاخد الطرفين بتوع الفيلد توصلهم على مين؟ على سبلاي، وتاخد طرفين الارميتشر توصلهم على مين؟ على لود، على ريزيستنس، فهمت؟ فهم كلهم جوه المكنه، بس ايه؟ انت اللي بتتحكم توصلهم سيريز، توصلهم بارالي وهكذا، فهنا كده سيبريتلي اكسايد. تعالى كده ايكويشنز، نشوف الايكويشنز بتاعتها. لو انا خدت كي في ال في الدايره دي هتلاقي عندك ايه؟ اول معادله ان عندك اي اي بتساوي الفي تي
التيرمينال فولتج، بس ما تنساش الدروب اللي حصل على الارميتشر اللي هو اسمه اي اف ار اي، صح؟ دي كده اول معادله تقدر تستخدمها. هل هتحفظها؟ مش عايز حد يحفظ. هترسم الرسم وتستنتج الكلام بمنتهى السهوله. طب ايه تاني معادله؟ اقول لك ان الفيلد فولتج ده الفي اف بيساوي اي اف في الار اف. دي كده تاني معادله انت تقدر تستخدمها، صح؟ تالت معادله ان انت عارف ان الفولتج اللي على اللود اللي هو اسمه التيرمينال فولتج، ده اسمه التيرمينال فولتج او برضه بنسميه اللود فولتج، ممكن يبقى في تي او في ان عادي، في مراجع في تي وفي مراجع في ان، بيساوي ايه؟ اقدر اقول لك ان هو بيساوي الاي بتاع اللود في مين؟ في الار اي. هتقول لي يا باشمهندس ده الكرنت اللي ماشي في اللود هو هو مين؟ الاي اف. اقول عادي اي اف ار اي، الفولتج اللي على المقاومه من قانون اوم بيساوي ايه؟ الكرنت اللي ماشي فيها في قيمه المقاومه. طب الكرنت اللي ماشي فيها اسمه ايه؟ اسمه اي ارميتشر، صح؟ فقلت اي اف ار اي. المفروض ار ان. ار ان، سوري. ار ان، صح؟ انتوا كده مركزين. فيها مشكله كده؟ يبقى احنا جبنا السيركت وجبنا الايكويشنز. تالت حاجه بقى لازم نعرفها ايه هي؟ الاكسترنال كاركترستكس. ركز علشان الاكسترنال كاركترستكس دي مهمه، وفي تجربتين في المعمل هنعملهم هنجيب منهم مين؟ هنعمل تعمل تجربه ترسم الكاركترستكس. ايه بقى يا باشمهندس الاكسترنال كاركترستكس؟ بمنتهى البساطه حاجه سهله جدا، بقول لك هي ريليشن. عايز ارسم كيرف، تمام؟ الكيرف ده بيربط لي الفي ترنال ضد مين؟ ضد اللود كارنت. ها؟ فيها مشكله كده؟ عايز اشوف الفي ترمينال بتتغير ازاي مع مين؟ مع اللود كارنت. ركز بقى في الحته اللي جايه دي لان دي معلومه مهمه جدا. دلوقتي يا باشمهندس لما انا بقول لك ان اللود زاد، انا دلوقتي واحد انا قاعد في الماشينه وقلت لك يا باشمهندس اللود بتاعك زاد، انت فهمت ايه من الجمله دي؟ كارنت اكتر هيتسحب. بالظبط، محدش يقول لي ان اللود زاد يعني المقاومه زادت. لا، كلمه لود عندنا من ايه؟ بنعمل لها انالوجي مع مين؟ مع الكارنت. لو انا قلت لك ان انت معاك مروحه في البيت، صح؟ طب شلت المروحه دي وجبت تكييف، انت شايف مين الحمل الكهربي الاكبر؟ مين اللي هيسحب تيار اكتر؟ التكييف. فبنقول ان التكييف ده اللود بتاعه اكبر. يبقى من هنا ورايح كلمه لود معناها ايه؟ معناها كارنت، صح؟ فعايز اعرف كل ما اللود يزيد، انت فهمت ايه من الجمله دي؟ كل ما الكارنت ماله يزيد. شكل الفي تيرمينال عامل ازاي؟ ده اللي انا عايز اعرفه. فيها مشكله كده الحته دي؟ ده دي فيرسز ضد، يعني فيرسز بس في تيرمينال ضد الاي ال. مش معنى هي الفي تي ايكوالز اي ال في ار ال. الفي تي ايكوال اي ال في ار ال، هي دي تحط فيها بس، تمام كده؟ حد عنده مشكله كده؟ تعال نشوف نرسم الكيرف ده ازاي. اقول لك احنا ولا هنرسم ولا حاجه، احنا هنستنتجه من ايكويشن بسيطه جدا. من الايكويشن الاولانيه دي، مش الاي اي بتساوي الفي تيرمينال زائد اي اف ار اي، صح؟ طب والار اي بالنسبه لي، او سوري الاي اي بالنسبه لي، مش اتفقنا ان هو هو اللود كارنت، صح؟ يعني من المعادله دي اقدر اجي اقول لك ان الفي تيرمينال بيساوي الاي اي ناقص الاي ال في مين يا جماعه؟ في الار اي. من المعادله الاولانيه الفي تيرمينال بيساوي اي اي ناقص اي ال اللي هي اي اي برضه في مين؟ في الار اي. تمام كده؟ تمام. تعالى تشوف المعادله دي نرسمها ازاي. هتلاقي ان انت عايز تشوف علاقه الفي ترنال، عايز تشوف علاقه الفي ترنال مع مين؟ مع الاي ال. لو خدت بالك هتلاقي ان انت لما الاي ال بزيرو يعني اللود بزيرو. يعني ايه يا باشمهندس اللود بزيرو؟ يعني مش حاطط لود، يعني انا بدل ما كنت حاطط لمبه انا جيت شلت مين؟ اللمبه، زي ما الباشمهندس كده قال لي معناها اوبن سيركت، صح؟ يعني الاي ال بزيرو، الفي تيرمينال بكام ساعتها؟ اي اي، يبقى الفي تيرمينال ادي اي اي اهو، صح؟ تمام. كل ما اللود بيزيد كل ما اللاين هيبتدي ينزل لتحت، صح؟ فتلاقي ان الكاركترستكس بتاعتك عباره عن ايه؟ عباره عن لاين بالمنظر ده. عباره عن ايه؟ عن لاين كده بالمنظر ده. يعني معناها ايه الرسمه دي؟ ان كل ما الاي ال بيزيد كل ما الفي تي ماله؟ عمال يقل، صح؟ يعني في فولتج دروب، صح؟ الفولتج دروب ده جاي من حاجتين، حد يعرف يقول لي ايه هما؟ أول حاجة باينة جدا، إيه هي؟ إن أنا كل ما اللود بيزيد،
كل ما يحصل دروب اكتر على مين؟ على الار اي في الفي ترمينال تقل. يبقى اقول لك ان الفولتج دروب ده نتيجه الاي اي في الار اي دروب. وحاجه ثانيه بقى اسمها ايه؟ دي مهمه عايزك تكون فاهمها النهارده عشان نقولها مره وايه؟ ونكون فهمناها على طول. حاجه اسمها الارميتشر رياكشن. ايوه. ايه الارميتشر رياكشن ده؟ بنديله كده اسم ايه؟ ده بيسبب دروب. يبقى خلي بالك الدروب هنا كده نتيجة حاجتين، حاجة اسمها الـ IA في الـ RA دروب، وحاجة تانية اسمها إيه؟ اسمها الـ Armature Reaction. تمام، تعال نفهم إيه هو الـ Armature Reaction. من اسمه كده رد فعل الـ Armature، الـ Armature Wire. هو إيه اللي حصل أصلاً؟ اللي حصل إن أنا اتولد عندي هنا EMF، ولما حطيت لود، ركز كده، في كرنت ماشي اسمه الـ Armature Current، صح؟ يبقى دلوقتي عندي إن الـ IA ده كرنت، صح؟ هيمشي في مين يا جماعه؟ هيمشي في وايندنج اسمها ايه؟ اسمها الارميتشر، صح؟ ولما كرنت يمشي في كويل، ايه اللي يتولد؟ يتولد ماجنتيك فيلد. يبقى اذا بروديوس ده هيبروديوس ايه؟ هيبروديوس ماجنتيك فيلد. الماجنتيك فيلد ده بتاع الارميتشر. ايه بقى تاثير الماجنتيك فيلد بتاع الارميتشر اللي هو جاي من دايره الارميتشر على الفلكس بتاعنا الاصلي اللي جاي من الفيلد؟ هقول لك الماجنتيك فيلد ده هاز تو افكت. ايه هما؟ اول افكت ان هو بيعمل ديستورشن للمين فلكس. يعني ايه ديستورشن؟ يعني بيخليه متشتت في كل ناحيه في الايه؟ في الاير جاب. دي مش مهمه بالنسبه لي، المهم الثاني ان هو بيعمل ايه؟ ان هو بيريديوس او نقول ان هو بيبوز بيعاكس يعني المين فلوكس. يبقى بقى عندي ماجنتيك فيلد بتاع الارميتشر راح يعاكس الفيلد بتاع مين؟ بتاع الفيلد الايه؟ الاصلي بتاع دايره الفيلد، صح؟ ايه اللي يحصل للتوتال فلكس دلوقتي؟ يقل، صح؟ ولما التوتال فلكس يقل الاي ام اف المتولده مالها؟ تبتدي هي كمان تقل، وبناء عليه الفي ترمينال ماله؟ يبتدي يقل، فتلاقي الكيرف فعلا نزل نازله كمان. يبقى عرفنا الدروب هنا جاي نتيجه الاي اف الار اي، وهي نتيجه مين؟ الارميتشر رياكشن. لا ديستورشن يعني بيشتت، يعني مثلا هو ليه اتجاه معين بيخلي الاتجاه سي مثلا اتجاه الاكس، لا بيخلي شويه في الاكس وشويه في الواف، تمام؟ وعلى فكره برضه نتيجه الديستورشن هو بيقلل القيمه بتاعته اللي هو بقى ايه؟ مشتت، تمام كده؟ دي جزئيه كبيره بس يعني الارميشن اكشن ده المفروض بيتاخد مثلا في سيكشن ولا في محاضره، بس هو ده اللي انا ايه عايزك تعرفه ايه منه. في سؤال هنا كده؟ الارميشن اكشن كده كده موجود، ملوش علاقه باللود، صح؟ لا الارميشن اكشن موجود، صح؟ بس كل ما اللود يزيد كل ما الكرنت ماله؟ بيزيد. كل ما الفلكس بتاع الارميتشر ماله؟ زاد. كل ما ايه؟ يعاكس اكتر مين؟ الفلكس الاصلي. نعم؟ في حاجه في الاس هيوصل لزيرو لما يبقى ال اي ال على ار اي لا هو هيقل بس مش شرط يوصل لزيرو. كل ما الاي هيقل خلي بالك هو بيقل حاجه بسيطه، انا لسه بتكلم بس علشان ابين لك ان هو بيقل، لكن هو فعلا بيقل حاجه بسيطه، فاهم؟ صعب قوي يوصل هو مش الارميشن ريكشن ده بيروح هناك على الفيلد واين بيتكون عليه اصلا تيارات عكس الطريق ايه؟ بيتكون على الفيلد واين بيعمل اصلا تيار عكس اللي كان ماشي فيه الفلكس بيعاكس لكن مش بيعمل هو التيار في حته في الارميشن في حته وطار في الفيلد. طب ما هو برضه الفيلد واين ده اصلا الاكتوال راجع عليه فيلد كمان جاي له من بره. لا احنا بقى بناخد التو فيلدز دول ونشوفهم في الاير جاب، فاهم قصدي؟ في الاير جاب اللي هو الفيلد اهو وقاعد الارميشن ما بينهم اير جاب، فتلاقي الاثنين دخلوا في الاير جاب اللي بيحصل الاير جاب بيحصل بيحصل فيها الانرجي كونفرجن، فتلاقي الفراكس توتال قل، فبالتالي الاي ام اف تقل. بالظبط صح. ايوه عشان كده كل ما الكرة عمالة يزيد كل ما الدروب بيزيد زي ما انت شايف. هو ده اللي
مفيش باور فاكتور اصلا. يعني عندنا اكتف باور بي بس مفيش كيو هنا. مفيش فويز اصلا. اسمه اي ال. يبقى هنا الاي ايه بقى سيبرت عن مين؟
عن الاي ال، يبقى الاي ال ده اللود كرنت والاي ايه ده الارميتشر كرنت. هو فين السورس بتاع الار في؟ اي هو ده السؤال بقى اللي انا عارف كلكم هتسالوه. باشمهندس بيقول لي سؤال حلو جدا، انا الحته دي مش موجوده في الاستاذ بتاع الدكتور، بس انا فاهمها لك عشان تبقى قاعد مطمن من جواك. في فلكس مفيد قوي. ايوه بالظبط بالظبط. احنا اتفقنا ان لازم علشان الماشين تشتغل جنريتور لازم عندي حاجتين يتوفروا، حركه، والحركه عادي هديها للارميتشر بالمنظر ده اول. هاجي كده احركه بسرعه اسمها كده، صح؟ امال فين الفيلد بقى؟ ده انا عمال اقول لك انا جبت بطاريه مخصوص للار اف والكلام ده. فهنا واضح ان هنا مفيش مين؟ مفيش الفي اف، صح؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا باشمهندس ان الماشين نتيجه انها كانت شغاله قبل كده، فبالتالي في فلوس كان ماشي، صح؟ يعني انا شغلت الماشين اهو وقفلتها وجيت بكره الصبح. الماشين لما باجي اقفلها خالص واقفل عنها الكرنت بيكون جواها فلوكس اسمه ريزيدوال فلوكس، فلوكس متبقي جوه مين؟ جوه الماشين. طب ليه يا باشمهندس ده انا شلت الكرنت؟ اقول لك دي خاصيه في الحديد. زي كده جبت سفنجه وحطيتها في الميه. لما تيجي تعصرها هيبقى فيها شويه ميه غصب عنك، مش هيعرف مش هتعرف تشيلهم الميه دي الا بعد وقت، صح؟ لا مش هيخلص. شويه الريزيدوال فلوكس دول، بص اللي انا اقول لك عليه ده، شويه الريزيدوال فلوكس دول يا دوب بيعملوا لك شويه اي ام اف، صح؟ ها عملوا لك شويه مين؟ اي ام اف. شويه الاي ام اف عملوا لك شويه كرنت، صح؟ فبالتالي بقى عندي شويه كرنت اسمه اي اف، شويه الكرنت اللي اسمه اي اف هيولدوا لك شويه فلوكس زياده على مين؟ على الريزيدوال، وهكذا. يفضل الفلوكس يزيد فالاي ام اف تزيد، فالكرنت يزيد فالفلوكس يزيد، لغايه لما المشين تشتغل عادي. يبقى الفكره ان شويه الفلوكس اللي جوه دول هم اللي قوموا لك المكنه. في البدايه موجودين وهيبتدوا يزيدوا مع الوقت، ايه اللي هيزودهم؟ ان في البدايه خالص هيبقى في شويه اي ام اف يبتدوا يمشوا شويه كرنت، فيروح شويه كرنت في الفيلد فيزودوا الفلوكس وهكذا. دي كده اسمها ايه؟ اسمها البيلد اب فولتج. ازاي المشين بتقوم اصلا؟ تمام كده؟ على فكره لو المشين دي انت لسه جايبها اول مره، يعني لسه شاريها اهو بكيسها وجيت تشغلها شنط، مش هتلاقيها اشتغلت، لان هي لسه جايب كيسها فما كانتش شغاله امبارح، صح؟ فلازم تجيب الفيلد توصل عليه بس بطاريه كده ايه لمده 10 دقائق ولا حاجه، بحيث ان يمشي جواها فلوكس بعد كده. اه كانها اتشحنت، كانك حطيت شويه ريزيدوال فلوكس. فيها مشكله كده؟ دي بس ايه للفهم ليك، لكن هي مش موجوده في الايه؟ في الليتشر ده. لكن اصلا لو قعدت شويه، قعدت فتره كبيره ما اشتغلتش، بس فتره كبيره كبيره قوي. تمام؟ ساعتها هيعملوا ايه؟ نعم؟ هيعملوا زي ما انا قلت لك، يجيبوا بطاريه ويوصلوها على الفيلد. تمام؟ هي الاي ازاي بتعمل فلوكس وهي ماشيه؟ ازاي بتعمل فلوكس؟ ده كرنت مش كوين ولا فلوكس؟ لا اهو كوين اهو، ده كوين. ده كده الحته دي في دماغك كوين. لان ده اسمه الفيلد كوين. تمام؟ ايوه كوين شورت سيركت بس بيولد لك فلوكس. جبت كرنت ماشي في سلكه هيولد لك فلوكس. بعيدا عن بقى دي سي ولا اي سي، في فلوكس اتولد، فلوكس ملوش علاقه ان كوين شورت سيركت ولا لا. بس حضرتك كده بتكتب ار في مش اي سي. ايوه اي فيلد، ده كرنت، كرنت ماشي في فيلد. لا قصدي قصدي الكوين اللي ما انا مش راسم الكوين عشان هو شورت سيركت. تمام؟ زي رسم اللي قبليه عادي. تمام؟ طب تعالى بقى نشوف الايكويشنز، تعالى نشوف الايكويشنز هنكتبها ازاي؟ نفس الكلام، تعالى كده خد كي في ال في اللوب دي كده، هتلاقي ان الاي ام اف بتساوي اي اي في ار اي زائد الفي ترمينال، صح ولا لا؟ وعندك الفي ترمينال ده بيساوي ايه؟ بيساوي الاي لود في مين؟ في الار اللود، صح؟ ولو جيت خدت كي سي ال عند النقطه دي هتلاقي عندك ايه؟ هتلاقي عندك ان الارميتشر كارن ده بيتوزع شويه للود وشويه للفيلد. يبقى هي دي كده المعادلات اللي انا عايزك تبقى عارفها في الجزء ده، زائد معادله كمان هكتبها لك دلوقتي بس عايزكم انتوا تستنتجوها معايا. حد يعرف يقول لي الفولتج اللي على الفيلد، الفولتج اللي على مين؟ اللي على الفيلد، مش هو هو الفولتج الترمينال، صح؟ يبقى اقدر اقول ايه يا باشمهندس؟ اقدر اقول ان الفي ترمينال بيساوي ايه؟ بيساوي اي اف في مين؟ في ار اف. يبقى منها تقدر تقول ان الفيلد كارنت بيساوي ايه؟ الفي تي على كام؟ على ار اف. معادلات ليها علاقه بالسيركتس، خدتوا سيركتس 1 و2، الموضوع ده بالنسبه لك سهل جدا مفيش مشكله. في سؤال لغايه دلوقتي؟ طب الاكسترنال كاركترستكس، هتقول لي يا باشمهندس الاكسترنال كاركترستكس بتاعتي عادي، عايز اشوف علاقه ما بين الفي تي وما بين اللود كارنت.
بنفس المبدا بتاع الرسمه اللي فات، هتلاقي ان كل ما اللود بيزيد كل ما الفولتج بيقل اهو، هتلاقي كل ما اللود بيزيد كل ما الفولتج يقل بالايه بالمنظر ده، صح؟ وتقول لي يا باشمهندس كمان الفولتج دروب ده بيبقى جاي نتيجه حاجتين، ايه هما؟ اقول لك الاي اي في الار اي دروب، وحاجه ثانيه الارميتشر رياكشن دروب. لغايه دلوقتي انا ما قلتش اي كلمه جديده، صح؟ عامله زي رسمه مين؟ السيبريت. بس خلي بالك بقى هنا نتيجه التوصيله الشنط بقى فيه دروب كمان، بقى فيه مين؟ بقى فيه دروب كمان حصل، يعني في حاجه ثانيه بتسبب دروب اكتر. ايه الحاجه الثانيه دي؟ اشرحها لك كده على السريع وفي الاخر اكتبها لك. بالظبط، كل ما اللود ده يا باشمهندس يزيد كل ما هتسحب من الماشين كارنت اكتر عشان تروح تغذي اللود، ففي علاقه برضه ما بين الاي ال والاي اي، يعني كل ما الاي ال يزيد الاي اي لازم تزيد. من ايه؟ من القانون، من الكيس الالي. اللود عايز تيار اكتر، شلت المروحه وجبت التكييف زي ما قلت لك، فمحتاج تسحب تيار اكتر، صح؟ هتجيبه منين؟ الجنريتور مش هيقول لك لا، هيسحب لك تيار اكتر. فالاي اي هيطلع من الجنريتور كبير، فالدروب هيكون ايه؟ هيكون كبير برضه. تمام، احنا دلوقتي قلنا ان انا عندي الفولتج اللي اسمه في تي ده قل نتيجه الاي اي في الار اي ونتيجه الارميتشر رياكشن، صح؟ كلنا مقتنعين ان في تيرمينال قل ولا لا؟ تمام، تعالى بقى كده للايكويشن دي اللي هي بس هي كانت معادلات دلوقتي ازاي الاي ال والفي اللي هيزيد والفي هتقل ازاي ايه؟ الاي ال والار ان هيزيد. الاي ال ومين؟ والار ان. لا انا ما قلتش الار ال هتزيد، ما هو ده اللي انا قلته في الاول. اللود بيزيد معناه ان الاي ال هو اللي هيزيد، يعني الار ال قلت، يعني الار ال قلت. تمام، ما انا قلت لك دي ميز فيها مهمه جدا، اللود مالهاش علاقه بالريزستنس. فانا لو جيت قلت لك ان الفي تيرمينال قل نتيجه الاي اي في الار اي دروب ونتيجه الارميتشر رياكشن، صح؟ يعني الفي تيرمينال دلوقتي انت مقتنع معايا ان هو قل نتيجه السببين دول ولا لا؟ تمام. في معادله بقى عندي اللي هي المعادله رقم اربعه، بتقول لي ان لما الفي تيرمينال قل المشكله هنا بقى، ومش المشكله اللي حصل ان الفيلد كارنت من الايكويشنز بقى ماله؟ هيقل هو كمان نتيجه مين؟ قللان التيرمينال فولتج. فايه؟ الموضوع بقى ايه؟ بقى اصعب اكتر، فتلاقي فيه دروب كمان حصل، يعني الكيرف ده هتلاقيه مور دروبينج على الكيرف اللي فات. لما تيجي ترسم الكيرف اللي فات، يعني مثلا لو انا حطيت كده الكيرف ده هتلاقي ده الكاركترستكس اوف سيبريتلي اكسايتد. ايوه، والحته دي كده بنقول عليها ده الدروب ديو تو الديكريز ان الفي تيرمينال. بس هو ده دروب ديو تو الديكريز ان الفي تيرمينال. تمام كده؟ لان اللي حصل عندي ان الاي اف هنا بقى فانكشن في الفي تيرمينال، انما في حاله السيبريتلي لا، دول كانوا منفصلين. فبالتالي الاي اف ايه؟ هتلاقيه قل، فبالتالي الفي تيرمينال هتلاقيه بتقل حبه كمان برضه. فده اللي انا عايزك تبقى فاهمه، ان في حاله الشرط الكيرف او اللاين بيبقى مور دروبنج عن مين؟ عن حاله السيبريت مش اكتر. هو قل كده الاي اف قل، الفلكس اللي طالع قل طبعا. بالظبط. فهيقل الفي. باشمهندسين برضه عشان تبقى متخيل القللان ده، احنا بنتكلم على دروب، انا بس برسم لك الكيرف نازل علشان انت تبقى ايه؟ تبقى متخيل، انما في الحقيقه الكيرف هتلاقيه كده. يعني في الحقيقه لما تيجي تبص، لما تيجي احنا شايفين الكاركترستكس دي احنا هنعملها في المعمل. يعني هنقعد نقيس الفي تي ونقيس الاي ال اميترز والولتميترز وحاجات زي كده، يعني هتلاقي الكاركترستكس دي بتبقى بالمنظر ده، بتقل حاجه بسيطه، الدروب ده بيبقى حاجه بسيطه. تمام، الدروب ده بيبقى حاجه بسيطه، ما تفتكرش ان ايه، ان الرسمه تنزل خالص للزيرو، لا، لان ده دروب. يعني تلاقي مثلا المكنه مطلعه اي اي مثلا ب 220، الدروب ده مثلا 5 فولت ولا حاجه. تمام، مش تبقى متخيل بس برضه الارقام. فده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للشنط. ال في اوف تي بي ال؟ من الرسمه ده موجود، لكن في الايكويشنز ما موجودش. بص الاي ال زاد، صح؟ طب يعني المكنه اللود سحب كارنت اكتر. هيجيبه منين الكارنت ده؟ ما
مين المصدر اللي بيطلع له الكرنت اصلا؟ الجنريتور. فالاي ايه مالها؟ هتزيد هي كمان صح؟ ده بالفهم بالايكويشنز. لما الاي ايه اللي تزيد الاي ايه هيزيد. طب ولما الاي ايه يزيد يعني الدروب ده ماله؟ زائد. يبقى الفي تيرمينال بيساوي اي ناقص الدروب ده. فهتلاقي ايه؟ خلاص هو انا بزود الاي ايه بتزيد مع الفي بيجي يزيد الاي ايه. انت بقى امتى الاي ايه اللي يوقف؟ الاي ما يزيدش تاني اقراه خالص. الاي ايه؟ الاي ايه ما يزيدش تاني. الاي ايه ده بيبقى ليه قيمه على حسب اللود المحمول. يعني انا حطيت مروحه فصاحب طياره. اقراه خالص الاي ايه في ريزيد واحد. بعدين الكرنت زاد بعدين العمليه بتاخد بالظبط 5 ثواني. من الكاركترستيك هتلاقي ان انت وقفت على كومبليتنج بوينت معينه كده هتلاقي الموضوع خلاص ما بيزيدش. بالكاركترستيك بس انا مش عايز استخدمها عشان ما اتطورش. هو الباشمهندسه بتسال سؤال حلو عشان بس عايزين نلحق كل حاجه. ايه اللي يخلينا نستخدم الشنط؟ يعني ايه مميزات الشنط عن السباريتلي اللي خلانا نعمل انواع كتير؟ انتوا بقى جاوبوا. ايه هي ميزه الشنط عن السباريتلي؟ هو انا هنا ايه مش مستخدم سبلاي خالص فدي ميزه كبيره جدا. بس ايه هي ميزه السباريتلي عن الشنط؟ ها؟ حاجه في الباكس اللي داخل عليه. كل اللي بتقوله ده الى حد ما صح بس بالنسبه لنا مش بالنسبه لنا يعني رايي انا بالنسبه للناس عموما يعني السباريتلي بيدي لك كنترول اكتر. بيدي لك ايه؟ كنترول اكتر لان انا جايب سبلاي مخصوص دخله على مين؟ على الفيل. ازود اقلل براحتي في مين؟ في الفيلد وفي الفلوكس. انما هنا الكنترول بيبقى ايه؟ بيبقى اقل. حتى السباريتلي اكسايتد ده عموما في لما بييجوا يستخدم في الكنترول يعني هو بيبقى ايه؟ بيبقى البريفربل يعني هو المفضل. تمام كده؟ عشان خاطر ايه؟ علشان خاطر ان انا جبت ريزيستنس اسمها ار اف اللي هو الفيلد يعني وصلته على مين؟ على بطاريه اسمها في اف. فلما تزود الفي اف او تقلله الكارت هيزيد او يقل فالفلوكس يزيد او يقل فاقدر اتحكم في الفولتج اكتر. هنا نعم؟ الاي اي ثابت. بالظبط. بس خلي بالك ان الاي بيعتمد على السرعه والفلكس من القانون بتاع السكشن اللي فات. بالظبط صح كلامك صح. تمام في مشكله كده؟ تعالوا بقى نتكلم عن السيريز. سامع. انت تمام ها؟ انت تمام شغل بالكح جامد. انت تمام ها؟ على الله بيتصور. يعني لو فيك حاجه بعد الشر عليك يعني خد في ده يا رابع. يعني ايه عشان ما تحوسناش. باشمهندسين نكمل بقى. السيريز اكسايتد دي سي جنريتور ايه اللي هيحصل؟ انت بقى دلوقتي تقدر ترسم الرسمه لوحدك. اللي هيحصل ان انا هيكون عندي ادي الارميتشر اهو بوزيتيف نيجاتيف اي اي وعندي هنا الار اي صح؟ هاجي اروح موصل معاهم كمان سيريز مين؟ الفيلد اللي اسمها ار اف وطبعا كله يبقى في سيريز مع مين؟ مع اللود بتاعي اللي اسمه ار ال وده الفولتج اللي اسمه في تيرمينال والكرنت عندي هنا بص بقى اسمه ايه؟ اسمه اي اي اللي هو الاي اف اللي هو مين؟ الاي لود. هي قوه كرنت واحد بس في مين؟ في المساله اللي عندك. لما تيجي تستنتج الايكويشنز انا شايف ان الموضوع بقى ابسط بكتير. هتلاقي ان الاي اي بتساوي الفي ترنر زائد اي اي في مين بقى؟ في كل الدروبز اللي عندك ار اف زائد ار اي صح؟ والايكويشن الثانيه احنا كتبناها ان الاي اي بيساوي الاي فيل بيساوي مين؟ بيساوي الاي بتاع اللود. وطبعا الفي ترنال ان شاء الله طلبها مثلا بيتساوي ايه؟ الاي ايه في الار لود. فيها مشكله كده؟ طب الكاركترستكس بتاعت شكلها عامل ازاي؟ الفي تي مع الاي لود. ركز بقى هنا عشان دي مختلفه شويه. هو الاي لود يا باشمهندسين مش هو الاي فيلد؟ صح؟ يبقى الاي لود ده هو الاي فيلد. كل ما اللود بيزيد كل ما الفيلد كارنت بيزيد بناء على الرسمه صح؟ كل ما الاي ام اف مالها هتزيد الفلوكس هيزيد فالاي ام اف مالها هتزيد. فهتلاقي ان لما الاي لود يزيد ده معناه ان الاي اف زادت صح؟ معناه ان الفي تيرمينال اللي جرى عليها كمان هتلاقي هي كمان زادت. هتلاقي الكيرف ده بالمنظر كده. هتلاقي الكيرف ده بالايه؟ بالمنظر ده كده طالع لغايه لما توصل لايه؟
للنقطه الماكسيمم بتاعتي. طب انا ليه ما كملتش الكيرف؟ هتقول لي يا باشمهندس هو كل ما الاي اف بيزيد كل ما الفي تيرمينال بتزيد صح؟ بس في حاجه ثانيه بتزيد بقى برضه، ايه هي؟ الدروب بيزيد صح؟ والارميتشر رياكشن بيزيد. فهتلاقي ان انت وصلت عند نقطه ماكسيمم، مين اللي كسب بقى بعديها؟ الارميتشر رياكشن والدروب زاد قوي، فهتلاقي الفي تيرمينال بقت ايه اللي جرى لها؟ بقت ايه اللي بالمنظر ده؟ يبقى اللي حصل هقولها تاني. الاي لود زاد فالاي اف بقى زاد. انت بقى جاوبني، لما الاي اف تزيد الفلكس هيزيد فالفولتج ماله؟ هيزيد. اهو رسمت الايه؟ الكيرف الاولاني كده بالمنظر ده صح؟ بس في حين العمليه دي شغاله في دروب برضه عمال يزيد صح؟ بس في البدايه في الجزء ده كده الدروب ما كانش مؤثر قوي، لكن كل ما انا عمال ازود الكرنت لا الدروب هيبتدي مين؟ يأثر، فيبتدي الفي تيرمينال تبتدي تقل بدل ما تزيد. فيها مشكله كده؟ تمام. تفتكر انت تحب توبريت في انهي حته؟ في الحته اللي على الشمال ولا الحته اللي على اليمين؟ شمال بالظبط. انا مش عايز الفولتج ايه يقل، فاحب اوبريت هنا. فتلاقي دي كده هي الايه؟ الريجن اللي انت بتوبريت عندها، دي الريجن اللي انت بتوبريت عندها. فيها مشكله كده؟ ده بالنسبه للكاركترستكس بتاعت السيريز جنريتور. طب وايه اللي بيضمن لي ان انا في الشمال هنا على طول؟ نعم. ايه اللي يضمن لي ان انا في الريجن دي على طول؟ انت بقى بتجيب بترسم الكاركترستكس بتاعت الجنريتور وتشوف النقطه دي بتحصل عند ايه؟ عند كرنت بكام؟ وما تزودش كرنت عند القيمه دي. فاهم؟ تمام. في سؤال بس الفي تي ايه؟ الاي اف زاد صح؟ فالفلكس ماله؟ زاد. فالاي ام اف ايه مالها؟ زاد. فالفي تي بالمقابل زاد صح؟ في تي بروبورشنال مع ايه؟ بالظبط. عشان كده بقى بقول لك طول ما انا هنا الدروب مؤمن شويه بالنسبه لمين؟ بالنسبه للاي ام، بالنسبه للزاد. وانا كل ما ارجع بتوع عليه لما يقعد يزيد يزيد لا ساعتها بقى هو اللي بيزودها. نعم برضه فالقرن ده ماشي في الفيلد برضه. لان انا عايز اجيب جنريتور احطه على لمبه عشان تنور صح؟
فانا عايز اللمبه دي عليها فولتج ثابت ولا لا؟ صح؟ اللمبه عليها فولتج ثابت، طب بالنسبه لك هنا ايه اخبار الفولتج؟ ده الفولتج عمال يتغير صح؟ بنسبه كبيره، فالسيريز جنريتور لا يفضل في مين؟ في ان هو يستخدم كجنريتور اصلا، تمام كده؟ هتلاقي اللي بيستخدم كجنريتور بجيبه كجنريتور هو مين؟ الشنط او السيبريتلي اكسايد. فيها مشكله كده الحته دي؟ نعم؟ بينزل بس قلت لك حاجه بسيطه. حاجه بسيطه، يعني مثلا النقطه دي 250 مثلا. هتلاقي الدروب ده مثلا عند الريتد 5 فولت. كل الحاجات دي عندي يا غسان. ما انا بتكلم بقى انا بدرس الكيرف ده لما اللود يتغير. بقول لك يعني فاهم انت في الاول وفي الاخر هتبقيت عند نقطه ثابته. بس افرض غيرت اللود. فهمت قصدي؟ بالظبط. حتى اسمها لو خدت بالك اسمها اللود كاركترستكس. يعني عايز اشوف لما اللود يتغير ايه اللي هيفرق ايه للكيرف. الاي اف شنط هي الاي ما زادتش. الاي واقفه. الاي اي. هتفضل تزيد دي ليها كيرف ريكريسيف كده لغايه اوبريتنج بوينت معينه. فاهم قصدي؟ تعالى بقى السكشن افهمها لك بالتفصيل لو عايز تفهمها زياده بس هي ايه مش لحد دلوقتي مش نازل. ما ده بتجيبه ليه؟ ان هو الفي تيرمينال قل نتيجه السببين دول صح؟ صح ولا لا؟ طب لما الفي تيرمينال قل من الايكويشن دي ايه اللي جرى الاي اف؟ هتقل فالفلوكس يقل اكتر فالفي تيرمينال تقل اكتر. فهمت؟ ان الفلوكس الفكره الفلوكس هنا بقى معتمد على الايه؟ على النطق. السكشن عشان
تعالوا بقى نتكلم على اخر نوع اللي هو ايه، اللي هو الدي سي كومباوند. الدي سي كومباوند بيقول لك ايه؟ احنا زي ما شفنا في السيركتس اللي فاتت، الثلاثه اللي فاتت، كان عندنا مشكله، اللي هي مشكله مين يا جماعه؟ اللي هي مشكله الارميتشر رياكشن، صح؟ كان الارميتشر رياكشن كان كل ما اللود بيزيد بيقلل لي مين؟ بيقلل لي في الفلكس، فالفولتج كان ماله؟ كان بيقل. اللي كان بيسالني تقريبا بيسالني على الموضوع ده في الاول، فعلشان احاول احسن من الموضوع ده قلت لك هدرس بقى النوع الرابع، دي سي كومباوند جنريتر. ايه هو؟ قال لك انا عندي الارميتشر وايند وعندي الفيلد وايندنج، دول موجودين صح؟ انا هجيب كويل زياده بقى، كويل زياده وايندنج زياده، بسميها ايه؟ بسميها الاكسترنال وايندنج. طب الوايندنج دي فايدتها ايه؟ هقول لك شويه كده. الوايندنج دي يا باشمهندس كونكتد، هتوصلها سيريز مع الارميتشر. هتوصل ايه؟ سيريز مع الارميتشر، تمام كده؟ طب علشان تتوصل سيريز مع الارميتشر قلت لك انا عندي توصيلتين، نوع اسمه شورت كومباوند ونوع اسمه ايه؟ لونج كومباوند. كلمه شورت وكلمه لونج دي بناء على ايه؟ بناء على التوصيله مش اكتر. بناء على مين؟ على التوصيله مش اكتر. هتلاقي الشورت كومباوند انا عندي هنا الار ال اهي ما فيهاش مشكله، وعندي هنا الار اي وعندي هنا الار اف، صح؟ تمام. هتلاقي الشورت كومباوند الريزيستنس بتاعه الكويل بتتحط هنا بالمنظر ده، دي اسمها كده ار، سميها ار ايه؟ ار اكسترنال، او بنسميها ار اس اي، ار سيريز يعني. نعم صح كلامك صح، بس هي ايه عموما بتتاثر مع الارميتشر يعني، تمام كده. الكارنت بتاعه هما الاثنين تقريبا هيكون زي بعض، اللي هي الرسمه بتاعت الشرط. طب والثانيه اللونج كومباوند، قال لك اللونج كومباوند احط الار بتاعتي بالمنظر ده كده، تبقى اسمها ايه؟ تبقى اسمها ار سيريز، وهنا عندي الار اي وهنا الاي اي وهنا مين؟ الار لود وهنا الار اف. يبقى انا دلوقتي حطيت وايندنج زياده، خلي انا عارف ان كلكم بتقولوا هنا مش ايه؟ مش متوصله سيريز مع الارميتشر، صح؟ هي مجرد توصيله بس، في الاول وفي الاخر الايفكت بتاعها هيكون هو نفس الايفكت بتاع الكومباوند عموما. يعني ايه؟ يعني هي بتتاثر باللود كارنت من الاخر. هنا بتتاثر باللود كارنت وهنا بتتاثر بمين؟ باللود كارنت. تمام؟ يبقى انت عايزك تبقى عارف توصيلتين، الشورت ومين؟ والشنط. ايه هي اهميتها بقى؟ لما انا اجيب وايندنج زياده، تمام؟ والوايندنج دي اوصلها في الدايره بتاعتي بالمنظر ده. زي ما احنا شايفين في الحالتين هي بتتاثر باللود كارنت. فطالما بتتاثر باللود كارنت يعني هيمشي فيها ايه؟ كارنت. وطالما مش فيها كارنت فهتولد مين؟ هتولد فلكس. الفلكس اللي هيتولد منها، الفلكس اللي هيتولد منها من الاكسترنال وايندنج دي لو بيساعد الفلكس الاساسي بتاع الفيلد، صح؟ لو بيساعده يعني هما الاثنين بيقووا بعض، ساعتها الكومباوند جنريتور بنسميه ايه؟ بنسميه كوميوليتيف، اللي هما النوعين اللي انا كنت كاتبهم لك في الاول لو خدت بالك. اسمها ايه؟ اسمها كوميوليتيف. طب لو انت حطيت الوايندنج دي عكست اتجاه، عكست التو تيرمينالز بتوعها، يعني مشيت الكرنت في العكس، فالفلكس بتاعها بقى بيعاكس المين فلكس. ايه اللي هيحصل؟ ده بيعكسه، ده كده ايه؟ بدل ما انا جايبه ساعدني ده جه ايه؟ بهدل الدنيا اكتر، فبنسميها ديفرنشال. ديفرنشال جاي من ايه؟ طرحهم بيطرحوا من بعض يعني، فبنسميها ايه؟ ديفرنشال كومباوند. نعم. ما هي انا بقول لك النوعين بتوعه، هو الافضل لو انا هستخدمه كجنريتور هستخدمه ايه؟ كوميليتور، بس بقول النوع الثاني عادي، هو كده كده نوعين يعني. انت كلامك صح، يعني انت لو معاك جنريتور وعايز تكبر الفولتج هتستخدم ايه؟ كوميليتور، توصلهم مع بعض، فهمت قصدي؟ تمام. بعكس اتجاهه، بعكس اتجاهه، يعني الكويل بدل ما هو الكرنت ماشي في كده هيمشي في العكس، فالفلكس بتاعه هيتعكس مش اكتر. فاهم قصدي؟ يعني الترم دي اسمها ايه واحد ودي اسمها ايه اثنين، اعكسهم بس. انت فهمت؟ بعد لو حد يا جماعه بص عشان برضه واحد سيكشن، تمام؟ لو حد عنده اي استفسار بعد السيكشن تعالى في الاوضه تحت، تعالى اقول لك اللي انت عايزه. طبعا اسال في السيكشن براحتك، فاهم؟ بس علشان ايه؟ الحق بس اقول ايه الكلام اللي عندي، تمام كده؟ مش معناه ان انت ما تسالش خالص، اللي عايز يسال يسال يعني، فاهم؟ تمام. طب الكاركترستكس بقى شكلها يكون عامل ازاي؟ انا عايز كنتوا بقى تستنتجوها. تعالى كده نشوف الفي تي مع الاي اي، لو الماشين دي كانت ايه؟ كانت ديفرنشال كومباوند، تتوقع الكيرف هيكون شكله عامل ازاي؟ نازل اهو. ايوه بالظبط، توقع الكيرف هيكون ايه؟ هيكون نازل بالمنظر ده، بدل
اقول لك بدل ما كحلتها عاملها يعني بقى للدي يعني عمل ايه؟ تلاقي الكيرف نازل بالمنظر ده نزل كده، دي اسمها ايه حاله ايه؟ دي اسمها الديفرنشال. تمام، انا كده رسمت الديفرنشال. طب تتوقع حاله الكوميليتيف الكيرف شكله عامل ازاي؟ ايوه هيكون الى حد ما فوق شويه صح؟ احسن من مين؟ من السباليتي والشال. طب ركز بقى كده، لو انا زودت النمبر اوف تيرنز بتاعي الكويل ده اللي هو الاكسترنال، كل ما زود النمبر اوف تيرنز كل ما المفروض الكيرف اللي برانه يعلى اكتر صح؟ في حاله الكوميليتيف عندنا ثلاث كيرفات، في كيرف بيبقى جاي كده، وفي كيرف بيبقى جاي كده، وفي كيرف بيبقى جاي كده، ده بنسميه اوفر كومباوند. واحدة واحدة وأسألك سؤال دلوقتي يفهمك، ودي فلات كومباوند ودي اندر كومباوند، والتلات حالات دول على بعضهم هي حالة مين؟ حالة الكوميليتيف. بس ايه اللي بيفرق كل حالة عن التانية؟ ها؟ النمبر اوف تيرنز. تفتكر مين اي كيرف فيهم الاوفر ولا الفلات ولا الاندر اللي النمبر اوف تيرنز بتاعته كتيرة؟ الاوفر، زودت النمبر اوف تيرنز فالفلكس او المجنيتو موتيف فورس يعني مالها زادت، فبالتالي الاي ام اف مالها او الفولتج عالي لدرجه ان هو عالي عن الاي اي كمان، فدي اسمها اوفر كومباوند. طب لو قللت شويه بقى اسمها فلات كومباوند، تقريبا فلات يعني على الاي اي ماشي على مين؟ على الاي اي. اندر كومباوند بتبقى نازله حاجه بسيطه. في نفس المنظر ده لو حبيت ارسم، السباليتلي والشالدي ترسمه ازاي؟ لو حبيت ارسم السباليتلي ارسمه هنا ولا هنا ولا هنا ولا تحت شويه؟ ارسمه هنا كده، ده مين؟ ده السباليتي. طب لو حبيت ارسم الشنط يبقى تحتيه شويه، يبقى ده كده مين؟ الشنط. فهمنا كده الكيرفات بتاعت الاكسترنال كاركترستكس؟ فهمنا احنا ليه جبنا الكومباوند؟ في مشكله كده في التايبس بتاعت الجينيتورز؟ الايكويشنز بقى تستنتجيها عادي يعني من الكي في ان والبي سي ان، تمام؟ طب انت تحط بتاع الشورت على لونج او العكس؟ لا عادي، هو حطينا على حسب زي ما انت عايز، فاهم قصدي؟ بص اللي انت عايزه. نعم؟ على حسب بقى انت براحتك، انت زودت النمبر اوف تيرنز تقدر تعرفه براحتك، فاهم؟ قسمناها اوفر وفلات واندر، لو الكيرف طلع نازل سنه يبقى دي اندر، لو على الكيرف بالظبط فلات وهكذا اوفر. انت بتتحكم في كده براحتك عن طريق انك تزود عدد لفات الاكسترنال. تعالى بقى للحاجة المهمة جدا، اللي هتفيدك في الكورس ده وفي الكورس اللي جاي كمان، حاجة اسمها الأوبن سيركت كاركترستكس. إيه هي الأوبن سيركت كاركترستكس؟ دي يا باشمهندسين لكل الأنواع اللي فاتت، يعني خدت بالك من التقسيمة؟ أول حاجة التايبس المختلفة جبنا الإيكوفلنت سيركت والإيكويشنز ومين؟ والكاركترستكس. الأوبن سيركت كاركترستكس اسمها الماجنتيزيشن، بتبقى لكل الأنواع بتاعت مين؟ بتاعه الماشينز، يعني ده كيرف ثابت لكل مين؟ لكل الانواع. مش الجنريتور بس يعني؟ لا مش الجنريتور والموتور كله، تمام؟ الجنريتورز انواعها مختلفه كله، تمام؟ الكيرف ده بيبقى العلاقه ما بينه ومين؟ كيرف سهل جدا على فكره. بيقول لك العلاقه ما بين الاي ام اف اي اي و الفيلد كارنت اللي اسمه اي اف. يبقى عايز اشوف الاي اي هتتغير ازاي مع مين؟ مع تغير الفيلد كارنت. ركز كده، يعني ايه جراف؟ اصل انا عايز اشوف لما الفيلد كارنت ده يزيد ايه اللي هيجرى للاي اي؟ فاهم الدنيا ماشيه ازاي؟ ده كيرف مهم جدا. طب الكيرف ده ارسمه ازاي؟ انا عارف من السكشن اللي فات ان الاي ام اف بتساوي كي اي في فاي في مين؟ في الاوميجا صح؟ وعارف ان الفاي دي بتتناسب مع الاي اف صح ولا لا؟ يبقى الاي اي مالها؟ بتتناسب مع الاي اف. يعني كل ما الاي اف بيزيد كل ما ايه اللي هيجرى للاي اي؟ وعلى فكره احنا ده قعدنا نقوله طول السكشن، يعني دي حاجه مش جديده. عمال اقول لك كل ما الاي اف يزيد كل ما الايه؟ الاي ام اف تزيد، فتلاقي الكيرف ده شكله كده. هو واضح الزياده صح؟ بس في حتتين في الكيرف عايزين نفسرها. اقول لك تفسيرهم بس كده سريعا. اول حاجه ليه الكيرف ده ما بداش من الزيرو؟ ايوه علشان مين؟ علشان الريزيدوال. لو الاي اف بزيرو الحديد جواه شويه مين؟ فلوكس. شويه الفلوكس دول ولا دول شويه مين؟ اي ام اف. بالمناسبه شويه الريزيدوال دول
هم اللي بيقوموا لك الشنت جنريتور زي ما قلنا. اسمهم مين؟ اي ار يعني اي ريزيديو، صح؟ تمام. طب والكيرف قاعد يزيد ما فيهوش مشكله لغايه لما ايه اللي حصل هنا؟ ساتوريشن. حصل ساتوريشن، يعني ايه اللي حصل؟ قال لك في الساتوريشن الاي اف ماله؟ بيزيد، صح؟ الاي اف بيزيد، بس ايه اللي جرى للفلكس؟ الفلكس اللي جرى له سيبت، يعني الفلكس هنا بقى تقريبا كونستانت. ليه؟ الاي اف بيزيد بس الفلكس اللي ماشي في الحديد حصل له ساتوريشن، تشبع، يعني ايه؟ يعني حصل له ايه؟ يعني جبت الاوضه دي مليتها ناس. فخلاص حصل لها ساتوريشن، الحديد الفلكس اللي ماشي جواه اللي هو عباره عن لاينز بقى مليان على الاخر. تمام كده؟ فالاي اف بيزيد بس الفلكس ماله؟ ثابت. وما تنساش ان الاي ام اف اصلا بتتناسب مع مين؟ مع الفلكس، فتلاقي الاي ام اف هي كمان ايه؟ ثابت. تلاقي الاي ام اف يمين هي ثابت. ان شاء الله لو لينا عمر يوم الخميس الجاي في المعمل هنرسم الكاركترستكس دي. هنرسم مين؟ الكاركترستكس دي. يعني هنجيب اميتر ونقعد نغير في الاي اف ونقيس قيمته ونشوف الاي ام اف تبقى بكام. فالمعمل ان شاء الله بالنسبه لك تكون حاجه لذيذه يعني. في مشكله كده لغايه دلوقتي؟ بس نعم؟ فعلا ايه؟ لا لا الكوميتيتنج مالهاش علاقه. هي وايد ما تبقى مرصاصه سيز مع الارمتشر بتكون اوريدي مثلا كونكتد جوه الماشين. قال لي جاي امبارح تليفونه مغلق. انت تقدر تتحكم فاهم؟ يعني في تجربه انا بعملها في المعمل، اجيب لك ماشين وهو الوايندنج اكسترنال واقول لك انت قول لي دي كوميليتي ولا ديفرنشال؟ فهتعمل ايه؟ هتعمل وترسم الكاركترستكس، لقيت الكيرف نازل او يبقى ديفرنشال، لقيته فوق يبقى مين؟ يبقى كوميليتي. فاهم ايه؟ على حسب الكيرف برضه، لقيته نازل عن الدي خط الدي الداش ده يبقى مين؟ ايوه تبقى جاهز ده شيء.
ازاي من ميكانيكال لغايه في الاخر توصل لمين؟ تبقى الكتريكال باور، صح؟ برسم دياجرام صغير جدا على فكره. الباور فلو دياجرام ده هتلاقيه بيتكرر معاك في كل ماشين برضه، يعني في كل ماشين عموما هتلاقي الباور فلو دياجرام، الايكوفالنت سيركت، الاوبريشن، الكونستراكشن، كل ده لازم تبقى فاهمه. فالباور فلو دياجرام ده بيعرف لك ازاي ميكانيكال باور. اهي انا باقي اهو عندي هنا الانبوت ميكانيكال باور، صح؟ عايز اعرف بقى الانبوت ميكانيكال باور دي ازاي هتوصل في الاخر تبقى مين؟ تبقى اوتبوت والكتريك باور. اقول لك انا عندي ميكانيكال باور، صح؟ يعني بقى عندي ايه؟ حركه. اقول لك في شويه لوسز، في شويه لوسز هتلاقيها وقع كده كده. طالما عندي حركه يبقى في لوسز بنسميها باور روتيشنال لوسز. ها لوسز جايه نتيجه مين؟ روتيشن، رايحه في فريكشن، رايحه في مقاومه الهواء وهكذا. نعم حاجه ميكانيكال، صح؟ كمان بعد ما الباور الميكانيكال يقع منها شويه باور اسمهم روتيشنال لوسز، تطلع لي هنا كده باور اسمها ايه الجديده بقى؟ تطلع لي باور اللي هي بتبقى موجوده في الاير جاب، بنسميها مين؟ بنسميها الديفلوبد باور. يبقى بي دي اسمها ايه؟ اسمها الديفلوبد باور. اسمها ايه؟ الديفلوبد باور او الكترومغنيتيك باور. ديفلوبد باور او الالكترومغنيتيك باور دي بقى رايحه خلاص، وها رايحه تتحول تبقى مين؟ تبقى الكتريكال. يبقى الباور دي رايحه تتحول تبقى مين؟ تبقى الكتريكال. هتلاقي في حاجه وقعت برضه في النص، اي خط نازل لتحت كده دي حاجه بتقع لوسز، يعني اللي هي باللون الازرق. هتلاقي لوسز هنا اسمها ايه بقى؟ ها اسمها الكفر لوسز، صح؟ اللوسز اللي رايحه في مقاومه مين؟ اسلاك الارمتشر ومين؟ والفيل. يبقى هنا كده بسميها بي، بص كده سي يو اختصار كفر يعني لوسز، اللي رايحه في الار اي ورايحه في الار اي، تمام كده؟ في الاخر خالص يطلع لك الباور بتاعتك اللي اسمها مين؟ اللي اسمها الكتريك باور بالمنظر ده. فيها مشكله كده؟ الحته دي فيها مشكله؟ تمام. الباور فلو دياجرام من شكله كده لوحده تستنتج منه معادلات كتيره، يعني تستنتج منه معادلات كتيره ازاي؟ انا دلوقتي يا باشمهندس لو قلت لك البي ديفلوبت ناقص البي كفر لوسز يساوي ايه؟ ها؟ بي الكتريك، صح؟ يبقى دي معادله تكونتها. طب لو قلت لك البي ديفلوبت، البي ديفلوبت زائد البي روتيشن لوسز يبقى تساوي ايه؟ البي انبوت ميكانيكال. يبقى الباور فلو ده مجرد ان هو اترسم حصلت انت على على ايه؟ على معادلات كتيره. طب فيها مشكله كده؟ تعال بقى نشوف كل حاجه من دول نحسبها ازاي. يعني الباور الاوتبوت الالكتريك، الباور اللي رايح على اللود على الريزيستنس اللي عندي اللي اسمها ار ال، الباور بتساوي في مين؟ في كرنت، صح؟ يبقى اقدر اقول على طول في ترمينال في مين؟ في الاي بتاعه اللود، صح ولا لا؟ تمام. طب تعالى كده نشوف البي كفر لوسز. الموضوع لو فهمته هتلاقيه يعني مشوق، يعني مشوق ولا حاجه. الموضوع كفر لوسز بتساوي ايه يا جماعه؟ انا عارف انها بتساوي اي سكوير في ار، صح؟ فهقول الارميتشر اي اي سكوير في ار اي زائد اي اف سكوير في مين؟ في ار اف، اللي على الفيلد واللي على مين؟ واللي على الارميتشر. طب السكشن اللي فات كنا قلنا البي ديفلوبمنت اللي هي بتساوي الباور الالكترومغنيتيك كانت بتساوي ايه؟ حد فاكر؟ اي اف اي اي بتساوي اي اف اي 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 اف اي. يبقى اذا دول القوانين اللي انت تقدر تستخدمهم في مين؟ في الباور فلو دياجرام، ومنه تقدر تحصل على معادلات كتير. يعني لو طلب منك في المساله الانبوت ميكانيكال باور هتجيبها ازاي؟ هتقول له مثلا انا معايا البي ديفلوب اجمع عليها الروتيشنال اجيب مين؟ البي انبوت، وهكذا تقدر منه تحصل على معادلات كتير. تمام. تعال بقى نشوف. طب الروتيشنال دي ليها قانون ولا ميكانيكال؟ الروتيشنال اي حاجه ميكانيكال بلاش قانون، مش بتاعتنا، مش هينفع. انت بقى يا اما تجيبها من باور فلو دياجرام يا اما هو مدلك بيها. هنا في المساله اهي قال لك البي روتيشنال لوسز ب 10 كيلو. تمام. مش كانت تركي في اوميجا؟ نعم تركي في اوميجا. اكتبها دلوقتي هنا. انا دلوقتي بقى عايز اشوف النوتس معينه اللي انا اقدر استخدمها في المساله. اول حاجه لازم اكتبها لك اقول لك ان لاي نوع من انواع الماشين الاي ام اف، حد فاكر كان بتساوي من السكشن اللي فات؟ ها كان بتساوي زد في 2 بي على 2 باي اي في الفاي في مين؟ في الاوميجا. يعني كان بتساوي كونستنت اسمه كي اي في الفاي في الاوميجا. وكان عندي التورك الديفلوبت، الديفلوبت تورك كان بيساوي ايه؟ كان بيساوي زد في 2 بي على 2 باي اي في الفاي في مين؟ في الاي اي. ده كان قانون بتوع السكشن اللي فات، يعني نفس الكونستنت اسمه كي اي
في الفاي في الاي اي دي كده المعادله رقم 2. ما عنديش جنريتور نعم ما عنديش جنريتور القانونين دول جنريتور او موتور. في حاله الجنريتور او موتور عندك اي ام اف هتتولد وعندك حركه يبقى عندك موتور. مش مهم يسعيش هو ايه الجي دي ده هو ايه ولا هو فين ده؟ هو اي هو ايه التورك اللي دي الديفلوبد تورك معناه ايه؟ التورك اللي اتولد اللي رايح حرك لك اللوب. فاهم قصدي؟ او الانبوت اللي انت حطيته ده في حاله الجنريتور بقى اقول لك الانبوت اللي انت حطيته العزم بتاعه بكام؟ عزم الدوران بكام؟ تمام؟ نعم؟ هتركزوا عشان انا بدات اهيس. لا دي مش ناقصه اوي. لا انا بكتب التورك كده تمام؟ دول معادلتين يا جماعه من السكشن اللي فات تمام؟ طب المعادله الثالثه المعادله الثالثه دي مهمه جدا ايه هي ركز بقى ركز المعادله دي مهمه هتحل لك مشاكل كتير اي تورك عندك اي تورك في الدنيا ده انا بكتب قانون من ابتدائي اي تورك بيساوي الباور على مين على الاوميجا اي تورك ممكن بقى في المساله التورك ده يبقى ليه اسم يعني ايه يعني يجي يقول لك كده الديفلوبد تورك بكام طالما قلت ديفلوبد تورك يبقى الباور اسمها ايه برضو الديفلوبد على الاوميجا يبقى الباور الديفلوب خلي بالك عندي هنا ثلاثة باور بي دي وبي انبوت ومين وبي اوت طب لو جه قال لك الانبوت تورك ها يبقى القانون بقى ايه بقى بي انبوت على مين على اوميجا وهكذا جه قال لك التورك الاوتبوت يبقى ايه باور اوتبوت على مين على اوميجا القانون ده برضه مهم هيفيدك في الماشينز عموما وهنستخدمه برضه النهارده فيها مشكله كده نعم لا التورك ده ليه علاقه بالحركه حاجه ميكانيكيه ايوه بس اللي داخل فرق عشان كده حتى ما كتبتش تورك الاول بالظبط الاي ار اخر حاجه ممكن يطلبها منك يا مين الفولتج ريجليشن حاجه اسمها الفولتج ريجليشن في الماشين بيساوي ايه يا جماعه بيساوي الاي اي ناقص الفي ترمينال على مين على الفي ترمينال واضرب في 100 عشان تجيبه بيرسنت اللي على اللود؟ اللي على اللود اللي احنا عمالين نتكلم عليه طول السكشن والاي اي دي اللي هي الانديوزد اي ام اف تمام؟ اخر حاجه الباور الديفلوب هي الباور الكترومغنتيك مكتوب كده كده هناك بيساوي الاي اف مين؟ في الاي القوانين دي تستخدمها مع السنتكس اللي احنا قلناها في الاول اللي احنا قلناها ايه في الاول؟ فيها مشكله كده؟ اي في نورود في فورود على في دي نو لود لو مش حاطط لود يبقى الفولتج اللي هيطلع مفيش لود فالفولتج هو هو مين؟ الاي ام اف بتاعت الفولتج بالظبط دول يا باشمهندس برضه في كل يعني التور بيساوي بار على اوميجا على طول في اي حاجه والفولتج ريجليشن ده على طول برضه في ديفلوب ده كلهم في اي حاجه تمام؟ باشمهندس هو السكشن اللي فات عشان يبقى عندك تورك حركه لازم يكون عندك فلكس وكهرباء صح؟ ادي فلكس وادي كهرباء تمام؟ طب الاوميجا الثانيه بقى زي فين؟ مالها؟ دي فيها اوميجا ايوه ده قانون اي تورك اي تورك في الدنيا بيساوي فيها على اوميجا لكن ده اللي هو الالكتريك بالظبط ايوه ده قانون ثاني فيها عادي البي ديفلوب بيساوي بي الكترومغنيتيك حل بقى يا باشمهندسين بالمعلومات اللي معاك دي ان شاء الله تلاقي الحل سهل هاي تعالوا نقرا مع بعض كده المساله الاولى زود الورقه اهو بيقول لك ايه ركز بقى عشان في حاجات عايز اقولها لك مهمه في الاكزامبل ده المعلومه اللي اقولها لك اللي جايه دي انا لو في حاجه مهمه اقول لك عليها انها مهمه جدا المعلومه اللي جايه دي مهمه جدا في عموما في كورسات الماشين تلاقي الكورس ده والكورس اللي جاي الكلام ده هنستمر معايا يعني هتلاقي كده بيبدا لك المساله بكده يقول لك ايه 240 كيلو وات 240 فولت 6 بول 600 ار بي ام سيبريتلي اكسايتد دي سي جنريتور انت بتبقى محتار المعلومات اللي مكتوبه في الاول دي معلومات مين؟ ها بالظبط الصف اللي بيتكتب في الاول ده
بتربطه في دماغك بحاجتين. الصف المكتوب ده للاوتبوت، دي بتبقى معلومات الاوتبوت اللي هي عندنا هنا في الكهرباء مين او في الجنريتور، اللود اللي عندي صح؟ اللود اللي عندي دي معلومات الاوتبوت. وحاجه ثانيه الريتد او الفول لود. ايه هو الريتد او ايه هو الفول لود؟ انا دلوقتي ده جنريتور صح؟ ركز كده بقى في الحته دي الله يكرمك عشان دي مهمه قوي. الجنريتور ده مكتوب 240 كيلو وات. معناه ايه يا باشمهندس؟ معناه ان اقصى باور يقدر يطلعها تروح عشان تروح لللمبه يعني مثلا اللي محطوطه على اللود كام؟ 240، دي اقصى باور يقدر يطلعها. بس هل هو دي الباور اللي مطلعها دلوقتي؟ لا، افرض حاطط لود، انا حاطط مروحه مثلا محتاجه 120 كيلو وات، يبقى الجنريتور هيطلع كام وقتها؟ 120. تمام؟ يبقى دي المعلومات اللي خاصه بمين؟ بالفول لود. لازم يقول لك في المساله ان الجنريتور ده شغال عند مين؟ عند الريتد لود او الفول لود عشان تستخدم المعلومات دي. انت فاهم انا بقول لك ايه؟ يبقى المعلومات دي خاصه بالريتد فول لود وخاصه بمين؟ وخاصه بالاوت. فهتلاقي 240 كيلو وات، يبقى انت فهمت على طول من 240 كيلو وات ان دي مين؟ انهي باور؟ ايوه دي الاوت بوت باور 240 كيلو وات ومديلك فولتج 240، يبقى ده مين؟ يبقى ده الفي تي بكام؟ ب 240 فولت. قال لك السبيد ب 600، يبقى هو شغال دلوقتي عند 600 عادي. وقال لك سيبريتلي اكسايدد دي سي جنريتور. طالما سيبريتلي اكسايدد يبقى تيجي ترسم مين؟ الجنريتور بتاعنا بالمنظر ده. طبعا انت معاك السيركتس كلها واستنتجناها مع بعض. والباور نفسه برضه. ادي السيركت بتاعتي، جبت من معلومتين البي اوت ومين والفي ترمينال. قال لي الفي فيلد بكام؟ 120، يعني مين ب 120 هنا؟ يعني السبلاي في فيلد ده ب 120. تمام. وقال لي ان الار ايه الارمتشر ريزيستنس بكام؟ 0.01 اوم، ومديني الفيلد ريزيستنس، ومديني ان اف ده النمبر اوف تيرنز بتاع الفيلد وايند. يعني الفيلد ويندنج ليه عدد لفات كام؟ 500. وقال لي الروتيشنال لوسز بكام؟ 10 كيلو وات. ركز بقى في الحته اللي جايه. قال لك ذا دي ماجنتايزنج ماجنيتو موتيف فورس ام ام اف، دي اختصار ايه يا حد فاكر؟ ماجنيتو موتيف فورس اللي هي من الاخر دي كارنت في نمبر اوف تيرنز. ام اي اللي هي ان اي بالظبط، ام ام اف خدتوها في الماجنتيك سيركتس. دي اللي هي ايه؟ اللي هي ان في اي. قال لك الماجنيتو موتيف فورس نتيجه الارميتشر رياكشن، في ارميتشر رياكشن هنا وبيعمل لك ماجنيتو موتيف فورس اللي هي الكرنت في النمبر اوف تيرنز 25% من مين؟ من الارميتشر كرنت. يعني هنا اقول له كده انا فهمت ان الماجنيتو موتيف فورس بتاعه الارميتشر رياكشن بيساوي 0.25 في مين؟ في الاي اي في الارميتشر كرنت. هنشوف ايه لازمه الايه؟ الارميتشر رياكشن. وادالك الماجنتايزيشن كيرف اللي انا كنت راسمه هنا اللي هو العلاقه ما بين الاي اي والاي اف، رسم لك كيرف بالمنظر ده كده. الكيرف ده ايه؟ الكيرف ده مرسوم. قال لك ايه بقى؟ قال لك انا عايز الاي ام اف اللي اسمها اي اي. نجيبها ازاي الاي ام اف اللي اسمها اي اي؟ تعال بس نكمل المطارين اللي عندي. عايز الديفلوب باور، الديفلوب تور، والانبوت تور، وعايز مين الافشنسي. تعال كده نكمل المطارين دي. اول حاجه علشان اجيب الاي ام اف اجيبها ازاي؟ انا عارف من السيركتس اللي هنا ان الاي اي بتساوي في تي زائد مين؟ اي اف ار اي صح؟ تمام. الفي تي بكام؟ ب 120 الفي تي سوري ب 240 زائد اي اي معرفش في الار اي اللي هي بكام؟ 0.01 صح؟ عايز اجيب الاي اي. خلي بالك انا معايا الباور الاوتبوت ومعايا الفي تيرمينال، يبقى الباور الاوت بيساوي الفي تيرمينال في مين؟ في الاي لود اللي هو في السبريت اكسايد اللي هو مين؟ الاي اي. بقول له كده انا عارف ان الباور الاوتبوت بيساوي 240 كيلو بيساوي الفي تيرمينال في الاي اي. يبقى من هنا اروح اجيب الاي اي هيطلع معايا بكام؟ ايوه هيطلع معايا ب 1000 امبير. اروح اعوض بالاي اي في المعادله بتاعت الاي اي، اجيب الاي اي طلعت معاك بكام؟ 250 فولت. مش مهم. نعم. وهنا ما استخدمش قانون اللي هو الاي في الاورج، بيقول لك الاورج.
ممكن تستخدمه، بس هل انت معاك الفاي؟ صح؟ السكشن اللي فات كنا عارفين نحسبها، كان مديني دايمنشنز وحوارات، هنا ما معيش الفاي، هتلاقي انت مش عارف تحسبها. تمام؟ ولا معاك كورس كي اي. فهمت قصدي؟ ما انت معاك مش معاك ولا الزد، صح؟ ولا معاك الاي. ما قالكش المعلومات الكافيه اللي تقدر منها تستخدم القانون ده. ماشي، بعد حد هيصور؟ المندوب الثاني عايز ايه؟ مندوب عايز ديفلوب باور، تستخدم انهي قانون؟ ايوه اي اف اي اي. باشمهندسين انتوا قعدتوا تسالوا كتير فهتستحملوا معايا لغايه لما اخلص. ها؟ نبقى على العقل. تمام، المطلوب الثاني بيقول لك ايه؟ انا عايز الباور الديفلوب، انا حافظ بقى القانون على طول بكام؟ اي اف اي اي، يعني بتساوي 250 في كام؟ في 1000. ده فرقت معاك بكام؟ نكتب ارقام. تمام، المطلوب رقم سي عايز ايه يا جماعه؟ عايز التورك ديفلوب، قلت لك اي تورك بيساوي ايه؟ باور على اوميجا، يبقى التورك ديفلوب بص اي تورك بيساوي الباور على اوميجا. قال لك الديفلوب تورك يبقى الباور اسمها ايه؟ الديفلوب، يعني بيساوي 250,000 على الاوميجا كانت بكام السكشن اللي فات؟ 2 باي ان اللي هي 600 على 60. تورك ديفلوب يطلع معاك بكام؟ 3.9 كيلو نيوتن متر. ده بالنسبه للديفلوبد تورك. عايز بقى الانبوت تورك، ها؟ ولا يزرق، الانبوت تورك هيساوي ايه؟ بيساوي الباور الانبوت على مين؟ على الاوميجا، صح؟ طب الباور الانبوت بيساوي ايه؟ بالظبط. بيساوي من الباور فلو دايجرام اللي كنا لسه راسمينه، الباور الانبوت بتساوي ايه؟ الباور الديفلوب زائد مين؟ ايوه زائد الروتيشنال لوس، هتساوي 250 زائد 10 يعني بيساوي 260 كيلو وات. تمام، ده بالنسبه لمين؟ للانبوت باور. يبقى اذا التورك الانبوت بكام يا جماعه؟ بيساوي 260 على 2 باي في 600 على 60. يطلع معاك 4.1 كيلو نيوتن متر. تعالى بقى الاوميجا ثابته، اللي هو قال لك انها اتغيرت يعني. تمام، جبنا التورك الانبوت، هجيب الافشنسي ازاي يا باشمهندسين؟ بالظبط، الافشنسي بيساوي باور الاوتبوت على باور الانبوت في باي، يعني بيساوي 240 على 260 في كام؟ في 100. تقدر تجيب مين؟ الافشنسي. تعال بقى ركز في المطلوب رقم اف، ركز في ما هو ده اهم مطلوب. المطلوب رقم اف بيقول لك ايه؟ بيقول لك قول لي الاكسترنال ريزيستنس اللي حطها مع الفيلد وايد. الاكسترنال ريزيستنس اللي حطها مع الفيلد وايد. طب انا قال لي خليني احط اكسترنال ريزيستنس اصلا. ركز بقى كده بالظبط عشان في ارمنشر رياكشن. انا عارف، ركز يا باشمهندس، انا عارف ان الاي اي بتساوي كام؟ 250 فولت، صح؟ تمام، تقول له من الماجنتايزيشن كيرف اللي بيربط لك الاي اف بالاي اي علشان تطلع 250 فولت، تقول له كده فروم الماجنتايزيشن كيرف ات اي اي بيساوي 250 فولت، هتيجي كده على الكيرف من اي اي ب 250 فولت، هتنزل هتلاقي الكرنت ده بكام؟ ب 2.5 امبير. يبقى الاي اف اللي لازم تحطها علشان تطلع اي اي ب 250 كام؟ ب 2.5 امبير، صح؟ تمام، يبقى الماجنيتو موتيف فورس الام ام اف بتاعه الفيلد بتساوي الكرنت في مين؟ في النمبر اوف تيرنز
يعني بيساوي اي اف في مين؟ في ان اف اللي هو مداني في المساله، بيساوي 2.5 في كام؟ في 500، يعني بيساوي 1250 امبير تيرنز. ال 1250 دول يطلعوا لك اي ام اف مرتاح بكام؟ ب 250. بس الفكره ان الكلام ده من غير ارميتشر رياكشن، صح؟ ده في عندي ارميتشر رياكشن بيساوي 25% من مين؟ من الاي اي. ريتنج فاكتور، صح؟ ايوه، حاجه زي ريتنج فاكتور كده. عندي الام ام اف بتاع الارميتشر رياكشن بيساوي 0.25 في الاي اي اللي هي ب 1000، يعني بيساوي كام يا جماعه؟ 250 امبير تسلا. يعني هو الارميتشر رياكشن كانه بياخد 250 من مين؟ من الفيلد، لان هو بيعكسه، صح ولا لا؟ يبقى ايوه، يبقى لازم تروح تخلي الامبير تيرنز بتاعت الفيلد كام اصلا؟ 1500، عشان تاخد منه 250 يطلع لك ال 1250 بتوعك الطبيعيين. يبقى اذا الام ام اف بتاع الفيلد الاكتشوال اللي لازم تتحط بكام؟ 1250 اجمع عليهم بتوع الارميتشر اللي هم كام؟ 250، يطلع لك 1500 امبير تيرنز. طلع لك كام؟ 1500 امبير تيرنز. يبقى اذا الاي اف الاكتشوال بكام اللي لازم تحطه بقى؟ لا لا لا، بيساوي ال 1500 على مين؟ على النمبر اوف تيرنز اللي هي كام؟ اللي هي 500، يطلع ب 3 امبير. يطلع بكام؟ ب 3، يعني بدل ما احط اي اف ب 2.5 لازم احط اي اف بكام؟ ب 3 امبير. يبقى اذا الار اف بتاعتك الاكتشوال لازم تبقى بكام؟ في اف على اي اف، يعني بيساوي 120 على كام؟ على 3. هتساوي كام يا جماعه؟ هتساوي 40. يبقى لازم الفيلد ريزيستنس علشان احقق الكلام ده تكون كام؟ تكون 40، في حين ان اللي محطوط اصلا كام؟ 30. يبقى الار اكسترنال بكام؟ بالظبط، يبقى دي بتساوي ار اكسترنال زائد ال 30. يبقى اذا الار اكسترنال بكام؟ ب 10 اوم. تمام كده؟ تعال نبص بقى على اخر مطلوب. المسألة جاية يا جماعة دقيقتين. هو في مسألة جاية؟ دقيقتين بالظبط. مش ينفع المرة الجاية المطلوب الاخير بيقول لك ايه؟ بيقول لك الفولتج ريجوليشن بكام؟ هتقول له اي ايه ناقص الفي تيرمنال على في تيرمنال في 100، الفي تيرمنال على الفيرا ب 240. طب الاي ايه بكام بقى؟ هتقول لي الاي ايه ساعتها بقى ليها قيمه جديده علشان الاي اف بقى كام؟ بقى ب 3 امبير. يبقى تروح من الماجنتيزيشن كيرف فروم الماجنتيزيشن كيرف لما الاي اف ب 3 امبير يبقى الاي اي بكام؟ هتلاقي الاي اي طلعت معاك بكام؟ هي هتطلع اكبر ولا اقل من 105؟ هتطلع اكبر، صح؟ 260 تقريبا، 266. الله عليك، 266. يبقى اذا تعوض بالفولتج ريجليشن تشوف هيطلع معاك بكام. ولا اللي حسبتها بالجوه لان انت خلاص بعد ما حطيت زودت الفيلد بقى، ايوه بقى في قيمه جديده للاي اف. تمام، المساله جايه بالظبط دقيقتين، هكتبها مش هتاخد اكتر من دقيقتين بجد عشان ننجز يعني. لازم تحط كوبري.
سيريز دي سي جنريتور، رحت رسمه على طول عندي اي ام اف وعندي ار اي وعندي مين ريزيستنس اسمها ار اف. قال لي السيريز جنريتور ده هنحطه ما بين باس بار ستيشن، باس بار فولتج يعني طالع قيمته بكام؟ قيمته 240 فولت، وما بين فيدر. يعني السيريز جنريتور هيبقى على شماله كده الباس بار بتاعي اللي انا اقدر اتعامل معاه ان هو سورس بيطلع لي كام؟ بيطلع لي 240 فولت بالمنظر ده. ده كده الفولتج بتاع مين؟ بتاع الباس بار او في بتاع الباس بار. تمام؟ حطيته ما بين الباس بار وما بين مين؟ وما بين فيدر كده الناحيه الثانيه. الفيدر ده قال لي مقاومته بكام؟ مقاومته 0.254. ده بالنسبه لمين؟ دي السيركت بتاعتنا بالمنظر ده كده اهي. ده بالنسبه لمين؟ للسيركت بتاعتنا. سيريز جنريتور، هو السيريز جنريتور ده اصلا لو خدت بالك من الكيرف بتاعه اللي احنا كنا راسمينه، كل ما الكرنت بيزيد كل ما الفولتج ماله بيزيد، فبيستخدم حاجه اسمها فولتج بوستر. يعني ايه بوستر؟ يعني بيعلي الفولت. يعلي ايه؟ الفولت. فنتيجة ان الفيدر بيحصل عليه فولتج دروب، فبحط الايه؟ السيريز جنريتور يعلي لي الايه؟ الفولت. تمام كده؟ بالظبط. ده كده شكل مين السيركت اللي عندي. قال لي ان اي ام اف فانكشن في الاي اي بتساوي 4/10 اي اي، وقال لي الار اف كام، واداني الار اف واداني الاي اي. قال لي انا عايز مين بقى؟ قال لي انا عايز الفولتج ما بين اخر نقطه من الفيدر واول نقطه من الباس بار. يعني هو عايز الفولتج ده. عايز مين؟ الفولتج باللون الاحمر ده، ده الفولتج مين الريكوايرد، صح؟ نحسب الاي اي وبعد كده بالظبط. هي الاي اي مديها لك ب 300، وانت عارف ان انت عندك دروب هنا كده على كل الريزيستنس اللي عندك في المساله، الدروب ده بكام؟ اسمه الفولتج مين؟ دروب، صح؟ فهتيجي تقول له مساله سهله جدا، هتيجي تقول له ان الفي ريكوايرد ده لو خدت كي في ال هيساوي مين؟ هيساوي نيجاتيف الفولتج دروب زائد الاي اي زائد الفولتج بتاع مين؟ بتاع الباس بار. تمام. هتيجي تقول له بقى الاي اي بكام؟ ده هو قال لك 4/10 في مين؟ في الاي اي، يبقى بتساوي 4/10 في مين؟ 300. تطلع معاك بكام؟ 120 فولت. ده بالنسبه لمين؟ الاي اي. طب الفولتج دروب يا باشمهندس اجيبه ازاي؟ اقول لك الفولتج دروب بيساوي الاي اي في كل ريزيستنس اللي عندك، ار اف زائد ار اي زائد ار فيدر. ار اف بكام؟ 0.03 اوم، وار اي 0.02 اوم، وار فيدر بكام؟ 0.25 اوم، والاي اي بكام؟ ب 300 امبير. هتلاقي الفولتج دروب طلع معاك بكام؟ طلع معاك ب 90 فولت. يبقى تقول له اذا الفي ريكوايرد بيساوي كام بقى؟ نيجاتيف الفولتج دروب اللي هو نيجاتيف 90 زائد الاي اي اللي هي بكام؟ ب 120 زائد الفولتج بتاع الباس بار مدولك بكام؟ ب 240. يطلع لك في الاخر الفولتج ده بكام؟ ب 270. ايه؟